بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الثانية من هذا البرنامج، برنامجكم استجواب، والذي يفتح لكم المجال لمساءلة والاستفسار والتواصل مع قيادات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. هذا البرنامج سوف يستمر معكم طوال شهر رمضان، والمجال مفتوح لكم لإثارة الأسئلة عبر الويبكام، عبر الاتصالات، وعبر الفيسبوك وتويتر، عبر الإعلانات أو الجهات التي معلنة في صفحات موقع وموقع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. بداية، طبعا هذا اللقاء يأتي في ظلال حملة خفافيش الظلام التي أعلنت عنها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الأيام السابقة. وبداية نرحب بكم سماحة الشيخ حسين الديهي، نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في هذا اللقاء. سماحة الشيخ، بداية مع هذا اللقاء الذي يأتي في أيام حملة خفافيش الظلام، حبذا لو تعطون نبذة عن لماذا حملة خفافيش الظلام، ولماذا يعني تسليط الضوء على هذا النوع من الانتهاكات بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية أود أن أقول أن السلطة في البحرين أقدمت على ارتكاب مجموعة من الجرائم والانتهاكات على مدى ما يقارب العامين، ومن ضمن هذه الجرائم والانتهاكات التي وثقها تقرير بسيوني، ما يسمى بتقرير لجنة تقصي الحقائق بسيوني، هو مسألة الانتهاكات، الهجوم على البيوت وسرقة الأموال والاعتداء على الأعراض والاعتداء على حرمة المنازل والأهالي. فلذلك جاءت هذه الحملة، حملة خفافيش الظلام، لتسليط الضوء على حجم هذه الجرائم والانتهاكات التي جرت على شعب البحرين، نظرا لمطالبته بالديمقراطية والحرية. جئنا لنقول للعالم أن هناك جرم كبير ينتهك، وهناك عمل خطير يمارس في هذا البلد العزيز. مجموعة من السرقات يقوم بها رجال الأمن على مدى عام ونصف تقريبا، من خلال إيقاف الناشطين وإيقاف المواطنين في الشوارع أو الهجوم عليهم في المنازل، وسرقة كل ما هو ثمين، بل حتى غير الثمين، حتى الدجاج سرق، حتى أبسط الأمور سرقت من بيوتات الناس، دلالة على خسة من يقوم بهذا العمل. هناك مجموعة من الجرائم، ذكرت مجموعة من الإحصائيات أنه بلغ حجم الجرائم التي يعني أو المسروقات التي حدثت على مدى هذا العام ما يقارب 10 ملايين دولار. على مدى شهرين فقط لحد الآن 270 منزل تم اقتحامهم. نحن يعني أنا شخصيا على الأقل في منزل والدي رحمه الله الذي قتل على يدي هذا النظام، تم الهجوم عليه لأكثر من مرة، وتم يعني ممارسة أبشع الوسائل، يعني هجم على زوجة أخي، هجم على والدتي، على زوجة أبي، على إخوتي داخل دورهم ومحل سكناهم، ومن دون إذن، فقط للتكسير، للعبث بأدوات المنزل ولسرقة ما هو ثمين في هذا المنزل. ما بالك بالآلاف من المواطنين الذين تعرضوا لهذه الجرائم، وآخرها هو الهجوم على البنت الشريفة في إحدى قرى البحرين وهي تستحم في منزلها، هجم عليها هؤلاء الخفافيش خلسة وهي تستحم في منزلها. نعم سماحة الشيخ، مع إطلاق هذه الحملة، ما هو المطلوب من الجماهير ومن الشعب البحريني المتفاعل مع هذه القضية ومع الشعوب الأخرى التي تهتم بالقضية البحرينية وتتعاطف معها؟ أنا أتصور أن على كل يعني المواطنين الذين يملكون الأدلة ويملكون الإثباتات والمعطيات لديهم على ما تقوم به هذه السلطة من جرائم، من انتهاكات للبيوت، لحرمات البيوت، أن يبادروا سريعا لعملية التوثيق التي تقوم بها جمعية الوفاق على مدى هذا العام وأكثر من عام الآن، ولا زالت مستمرة. نحن ندعوهم إلى توثيق هذه الجرائم حتى يطلع عليها العالم، ونقول لكل العالم، لكل المنصفين، لكل الأحرار في العالم، تعالوا لتنظروا ماذا يجري في البحرين، تعالوا لتروا ماذا يجري في البحرين من حجم من جرائم
ومن قسوة ضد المواطنين الذين طالبوا بالحرية وطالبوا بالديمقراطية. هل مطالبتي بالحرية، هل مطالبتي بالديمقراطية بنظام يحكمني غير دكتاتوري يعرضني للانتهاك المستمر في سرقة أموالي والهجوم على عرضي وما شابه ذلك؟ نقول للعالم تعالوا وأنصفونا وانظروا إلينا ماذا يجري، تقفوا إلى جانب هذا الشعب الكريم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سننتقل إلى أولى فقرات الاستجواب ومع أسئلتكم، والمجال مفتوح لكم بحسب استطاعتنا وقدرتنا الاستيعابية وبحسب ما يسمح به الوقت، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. سوف نبدأ بالأسئلة التي وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سماحة الشيخ، أحد السائلين يثير موضوع الفتوى التي، أو هو يسميها الفتوى، أنا سأنقل نص السؤال، التي تحدث عنها سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، التي تتعلق بموضوع التعامل مع المعتدي على الأعراض، ويقول أننا لم نرى من خلال أنشطة جمعية الوفاق وخطاباتها تفعيلا لهذه يعني المقولة الصريحة من سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، فكيف تناقشها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه أطلق صرخة مدوية في الدفاع عن الأعراض حينما تعرض شعب البحرين بشتى صنوف الانتهاكات، وكان من ضمنها التعدي على أعراض فتياتنا ونسائنا. جاءت صرخة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم مدوية بأنه يجب الدفاع عن الأعراض، وعلى كل من تعرض عرضه أو شرفه للانتهاك أن يدافع عن هذا الأمر. هذا تكليف شخصي، لا يعد يعني ما يمكن لجمعية الوفاق أن تقوم بالدفاع عن الآخرين عمليا من خلال الممارسة العملية. هذا تكليف لكل فرد، حينما يعتدى على عرضي من حقي أن أدافع عن عرضي. هذا ليس بدعم من القول، ليس موقف جديد، لا، هذا موقف معروف، ويعني كتب الفقه وسيرة الإسلام تعرف هذا الأمر، والكل يعرفه أنه حينما يعتدى على عرض إنسان من حقه أن يحمل ما يستطيع للدفاع عن عرضه وعن شرفه حتى لو قتل دون عرضه، فهذا أمر معروف. أما ماذا تقوم به جمعية الوفاق؟ جمعية الوفاق لا يمكن أن تدافع عن أعراض الناس عمليا، أنا أدافع عن عرضي أنا. يعني هذا كلام سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. أيضا هناك أحدهم يستفسر عن موضوع موقف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من تقديم بلاغات تجاه الأحداث والانتهاكات التي تجري، هل تدعم جمعية الوفاق التوجه ببلاغات رسمية أم أن لها موقفا آخر؟ نحن نعرف طبعا أنه في البحرين مع الأسف الشديد لم ينصفنا القضاء في هذا البلد على مدى الأعوام الماضية كلها، وخصوصا بعد يعني ثورة 14 فبراير وإلى يومنا هذا، الأمور واستمرار الانتهاكات واستمرار الشكاوى لدى المحاكم لم ينصفنا ولا قضاء عادل في هذا البلد. ولكننا ومن باب إلقاء الحجة
ومن باب أن نري العالم ماذا يجري في البحرين علينا أن نبادر فعلا لإلقاء الحجة على هؤلاء، ولنقول أننا مستعدون أن نحتكم إلى قضاء عادل ينصفنا إن كان هناك قضاء عادل. نحن نقدم هذه البلاغات ولكننا لا نرى أي تجاوب عملي من خلال القضاء أو من خلال النيابة العامة أو من خلال أي وسائل الأمنية موجودة في البحرين. لكننا نشجع أيضا في حال الاعتداء على شخص، في حال سرقة أموال شخص، في حال التحرش بأي فتاة أو شاب، أن يبادروا سريعا للإبلاغ حتى نثبت أن هناك مواطن قد أبلغ عن جرم ارتكب في هذا البلد العزيز، لعل وعسى هناك من يسمعنا في هذا البلد أو خارج هذا البلد. طبعا هناك سؤال سماحة الشيخ يتكرر كثيرا وأثير في الحلقة الماضية وأعيد إثارته الآن، لا زالت الناس تتساءل ماذا بعد التضييق على حرية التعبير عبر المسيرات والتجمعات وعدم يعني موقف السلطة الرافض والمانع لهذه الفعاليات. أقول لكل الإخوة الأعزاء الذين آلمهم أن هناك إيقاف لمسيراتنا لفعالياتنا لحرية التعبير عن الرأي، أن السلطة سئمت وضجت من ممارستكم لحرية التعبير، سئمت من شجاعتكم، سئمت وضجت من صلابتكم وإرادتكم الفاعلة من أجل المطالبة بحقوقكم، فأرادت أن تبعث اليأس والقنوط في نفوسكم، فلذلك عمدت إلى إيقاف هذه الفعاليات على وعسى تستطيع أن توقف أو أن تخمد هذه الجدوى وهذه الإرادة الصلبة الموجودة لديكم من خلال الحرب النفسية التي تشنها هنا وهناك، من خلال إيقاف فعاليات أو غيرها من الأمور. أقول لكم نحن لا نعول فقط، ليس يعني سلاحنا الوحيد السلمي هو ممارسة حرية التعبير في الشوارع عبر المسيرات، نحن نمتلك الكثير من الأدوات التي نستطيع من خلالها المطالبة بحقوقنا، نستطيع من خلالها مواجهة الدكتاتورية في بلدنا، فليوقفوا ما يستطيعون أن يوقفوا من مسيرات ومن فعاليات سلمية ومن حرية التعبير، لكنهم لن يستطيعوا أن يخمدوا جدوى هذه الثورة، ولن يستطيعوا أن يوأدوا هذه الثورة، ولن يستطيعوا أن يجعلونا نجلس في بيوتنا من دون مطالبة بحقوقنا. سنستمر، سنواصل، هذه حرب نفسية من أجل إتعابنا، نحن لا نتعب لا نكل، سنواصل جهدنا حتى نحقق ما نريد إن شاء الله من حل ديمقراطي يشمل البحرين، كل البحرين. شكرا سماحة الشيخ. نبقى مع اتصال هاتفي من الأخت أم محمد. أم محمد مرحبا بك في برنامج استجواب. السلام عليكم. ولدي احنا من المتضررين، بس يعني الضرر المادي مو لها منه، لأنه وصل لشيء ثاني البارحة الشقة عندنا في فانضربت فيها 4 آسيويين كانوا ساعة في الليل يسوون لهم فحم، فمن النافذة دخلت لهم الغاز مسيل، وتعرف شقة صغيرة يعني هذه فبدأ نوع من الاختطاف بما فيهم ضعيف يعني ضعيف حتى في التنفس، بدأ مثل نوع الاختطاف بدأ يصير أشمل لو تسمعيني. فما عرفوا يبدو أن هناك خلل في الصوت، سوف نعود إلى أسئلة الأسئلة الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معالجة هذا الخلل. سماحة الشيخ أيضا في نفس الإطار، يعني هناك كثير من التساؤلات عن موقف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من فعاليات الأهلية السلمية التي تخرج في يعني على مستوى المناطق وينظمها الأهالي. نحن نشجع على أي عمل وأي فعالية سلمية تصب في صالح هذا البلد، لا نستطيع أن نقف أو أن نحدد العمل السلمي هو فقط العمل الذي تقوم به جمعية الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى، من حق شعب البحرين وعموم شعب البحرين أن يمارسوا دورهم الفاعل السلمي في المطالبة بحقوقهم، بل نشجع على ذلك. نعم، وأيضا يعني في نفس الإطار وفي نفس التسلسل أحدهم يستفسر عن سبب إصرار جمعية الوفاق الوطني الإسلامي على الخيار السلمي، ويقول حتى متى سوف نبقى في ظلال هذا الخيار. هو خيار استراتيجي نتبناه وسوف نستمر فيه حتى تحقيق مطالبنا. نحن يعني شعب عرف عنه
الطيبة، وعرف عنه على مدى سنين طويلة حراكه السلمي البعيد عن المواجهة العنفية. ما يجر إلى العنف هو عمل السلطة وفعل السلطة. أما نحن فنحن نتبنى هذا الخيار لأننا نؤمن بأن هذا الخيار هو الأجدى، هو الأسلم، وهو الأقدر على إيصالنا إن شاء الله لحقوقنا. نحن لا نتبنى أي خيار آخر، لأننا نعرف أن هذا أن الخيار الآخر قد يكون فيه مفسدة وفيه مضرة لشعبنا ولبلدنا. نحن نصر على هذا الخيار لأننا نعرف أن هذا الخيار يوجع النظام الدكتاتوري، ولا يستطيع النظام الدكتاتوري أن يعني يستمر في مواجهة هذا الخيار السلمي إلى مدى بعيد. لكنه إن وجد خيارا آخر، خيار عنفي آخر، فسيكون له يعني اليد الطولة في مواجهة هذا الخيار، وله المبررات الدولية والمحلية في مواجهة هذا الخيار. أما الخيار السلمي، العمل السلمي، هو خيار يحرج النظام على المدى القصير والبعيد. شكرا جزيلا أخواني، نذهب إلى فاصل ونعود مجددا. أهلا بكم مجددا إخواني المشاهدين. سماحة الشيخ، أحد المغردين يستفسر عن عدد الوجوه الشبابية في قيادات جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، ويشير إلى الأمانة وشورى الوفاق، ويقول أن هناك تهميش للوجه الشبابي في هذا هذه المواقع. أنت محسوب شباب شيخنا. يعني حينما أنظر إلى الأحزاب العربية الأخرى التي نتصل بها هنا وهناك، يأتينا بعض من يمثل الشباب وهم في عمر 60 من عمرهم، يعني من أعمارهم، فنعجب ونبتسم أن يعني هذا الذي في 60 من عمره يمثل الجيل الشبابي في هذا الحزب. أنا أزعم أننا نمتلك يعني من جيل الشباب الكثير ممن هم في هيئات الوفاق وفي مقدمة قيادات الوفاق، سواء يعني في الكتلة النيابية أو الكتلة البلدية أو شورى الوفاق أو الأمان العامة. غالبية من يمارسون العمل السياسي اليوم في جمعية الوفاق وفي مقدمة هذا العمل هم من الشباب. أيضا أحد المغردين باسم صمود يقول يعني يستفسر عن موضوع العصيان المدني، ويقول لماذا لا تتبنى جمعية الوفاق مثل هذا الخيار، خصوصا بعد تصاعد الانتهاكات واستمرارها؟ تبقى الخيارات السلمية مفتوحة في هذا البلد، وأنا قلت إن منعت السلطة وأصرت على منعها للمسيرات ولحرية التعبير هنا وهناك وبكل الوسائل، فلدينا ما نملك من الوسائل السلمية التي ستوجع النظام إن استمر في محاربتنا بهذه الطريقة الدكتاتورية التي يمارسها الآن. لا يوجد شيء، لا يوجد حاجز أمام أي فعل سلمي قادم. نحن نعمل على أن تكون لنا يعني بعض الممارسات السلمية القادمة التي ستفاجئ النظام. نعم، نبقى مع اتصال من الأخ علي مبارك. أخ علي مبارك تفضل، أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كان السؤال كنت بوجهه لسماحة الشيخ علي سلمان، بس على ما أظن مو الشيخ علي سلمان، سيد هادي. لو سماحة الشيخ حسين الداهي ويانا. سمحت الشيخ حسين الداهي. إنزين، في إحدى الاعتصامات ذكر الشيخ علي سلمان إن في حالة إن الشعب لم يستخدم 50% من قوته، وإنه بفتوى واحدة سوف ينتشر الناس بالأكفان تلبية لدال الفتوى.
مع تصعيد الحكومة ومنع كل اعتصامات بالرغم الاخطار عنها، هل نحن مقبلين للمرحلة هذه ان الشارع يقاد بفتوى من قبل عباء، يعني وش اقول، من قبل القيادات الدينية تقصد؟ القيادات الدينية بالرغم من تعدد اطياف المعارضة. نعم واضح السؤال، تفضلوا سماحة الشيخ. يعني سماحة الشيخ علي سلمان كان في إشارة واضحة إلى أننا نمتلك من الوسائل السلمية الكثير مما لم يستخدم لحد الآن في أجندة المعارضة السياسية، وأننا قادرون كما أشرت مسبقا عن قبل قليل قادرون على أن نمارس فعلا سياسيا سلميا قادما يحرج النظام بشكل وآخر، بعيدا عن يعني استخدامات الدولة التي أساءت استخدام كلمة الشيخ علي سلمان على أنه يهدد بالفتوى أو ما شابه ذلك. نحن لا نهدد بالفتوى ولسنا بحاجة إلى أن نهدد بالفتوى في يعني ظل حراكنا السياسي السلمي، ولم نستخدم الفتوى إلى يومنا هذا في حراكنا أيضا السياسي السلمي في البحرين، لكننا نؤكد على أننا لم نستخدم أيضا حتى 50% من خيارنا السلمي المتاح الذي نستطيع أن نمارسه من أجل المطالبة بحقوقنا، ولدينا المتسع من الوقت أيضا أن نمارس هذا الخيار السلمي بأقصى ما نستطيع ممارسته إن شاء الله. نعم، أحد المغردين صادق الشعباني يتكلم عن تصريحك بخصوص موضوع دعوتكم للمؤتمر الإسلامي خلال الشهر الماضي، ويقول أن أنك وصفت في كلمتك أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اختيرت لأنها تمثل الشارع، ويقول لا تعتقد أن هذا استنقاص للقوى الأخرى التي تعمل بالساحة؟ يعني هو تحميل للكلام فوق ما يحتمل. أنا قلت أن الإخوة الذين دعونا هم يحترموننا، كان القصد بالكلام هم يحترموننا ويقدروننا لأننا لدينا احترام في الشارع كما لدى كل الفعاليات الأخرى ولدى كل الأحزاب الأخرى الموجودة في البحرين، احترام وتقدير لدى الشارع البحريني، ولكن نحن جهة إسلامية ومن وجه الدعوة جهة إسلامية فوجهت إلينا الدعوة لأننا نحترم من قبل شارع البحرين ولنا تمثيل أيضا شعبي لا يمكن أن ينكره أحد في البحرين. نعم، ننتقل إلى الأسئلة الواردة عبر الفيسبوك. المتسائل محمد الداهي يتحدث عن بعض الأصوات في الداخل والخارج التي تردد أن الجمعيات السياسية تمثل صمام أمان للنظام، ويسأل عن يعني كيف توجهون الشارع تجاه مثل هذه الخطابات والأحاديث التي تصف الجمعيات السياسية بأنها صمام أمان للنظام. يبقى أن الجمعيات السياسية يعني دورها واضح وجلي لدى الكثير من أبناء شعب البحرين بأنها جمعيات معارضة تسعى من أجل إحقاق الحق ومن أجل ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية في هذا البلد العزيز. إذا كان هناك صوت النشاز يريد أن يشوه صورة هذه الجمعيات وصورتها الناصعة وعملها الدؤوب من أجل إحقاق الحق في هذا البلد فهذا أمر آخر. أما عمليا نحن نسعى من أجل الديمقراطية في هذا البلد، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، ويعني سيرتنا العملية تشهد بذلك، ولا يمكن أن نتهم باتهامات باطلة لا يمتلك صاحبها أي دليل. نعم، الناشط في الفيسبوك علي العوينات يتحدث عن ماذا تعد المعارضة لإرجاع الزخم الجماهيري كما كان في السابق في الوقت الذي ترى أنها مكبلة بسلاسل وزارة الداخلية؟ أنا قلت أن لدينا من الوسائل المتاحة الكثير، أما ماذا فهذا متروك للأيام لكل حادث حديث ولا يمكن أن نذيعه هكذا. أيضا عبر الفيسبوك أحدهم يتساءل عن تقييم الجمعية لعمليات الرصد والتوثيق ومدى تجاوب الجماهير مع هذا الطلب. أنا أظن أن لا زال هناك يعني عدم يعني التفاعل بشكل مناسب مع عملية التوثيق. هناك نعم كم لا بأس به جاء ليوثق الجرائم، ولكننا نعرف أن من وثق هذه الجرائم وحجم التوثيق هو لا يصل إلى النسبة التي نعرفها من حجم الجرائم التي ارتكبت ضد هذا الشعب العزيز. فلذلك نحن ندعو كل أبنائنا، كل أحبتنا من شعب البحرين، كل من انتهك حقه في هذا البلد، كل من سرقت أمواله، كل من انتهكت حرمة بيته أن يبادر سريعا لتوثيق هذه الجرائم ولا يخشى شيء. نعم
تعال لأي جمعية سياسية، اقدم لأي مكان آخر من المراكز الحقوقية التي توثق هذا الأمر من أجل توثيق هذا الجرم، ليرى العالم، ليسمع العالم ماذا يجري في بلدنا العزيز علينا من جرم الدكتاتوريين. كثير من الأسئلة تتحدث عن موضوع وقوف الوفاق عند سقف رئيس الوزراء، ولماذا تسليط الضوء فقط على رئيس الوزراء، كيف تناقش؟ لا، نحن مطلبنا أوسع من عنوان رئيس يعني رئاسة الوزراء، أو عنوان ليس يعني رئيس الوزراء كشخص، رئاسة الوزراء كانتخاب أو ما شابه ذلك. لا، نحن مطلبنا أوسع من ذلك، ومن قرأ وثيقة المنامة سيعرف أن المطلب هو إصلاح النظام، كل النظام الموجود، النظام السياسي الموجود في البحرين، ليصل إلى أن تكون هناك يعني حالة جديدة من الديمقراطية تحكم البحرين عوضا عن الدكتاتورية الحالية. فليس مطلبنا مفرز في رئاسة الوزراء فقط ونقف عنده. أحدهم يتساءل ما هو خطابكم للجماهير في هذه المرحلة، كيف تخاطبون الناس فيما يخص تطورات الأوضاع والظروف الحالية؟ أنا أقول أن المعركة بين الحق والباطل هي معركة طويلة لا تقف عند حد معين، وأن النظام سئم من ممارسة شعب البحرين لحريته في التعبير ولإصراره على مطالبه الحق العادلة، فلذلك يعمد الآن بكل الوسائل المتاحة إليه لإضعاف في نفسيات الناس والإخماد هذا الصوت المطالب بالحق في هذا البلد العزيز. علينا أن نصبر قليلاً لنرى إن شاء الله فرجا قريبا بإذن الله يعم هذا البلد العزيز. لا يمكن أن يكون هناك حلا أمنيا يعني ينهي الأزمة الموجودة في البحرين. هم يظنون أنهم بالحل الأمني سينهون الحالة الثورية والحالة كان الأخ هزيم. أخ هزيم تفضل، أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس حبيت سؤالين إن شاء الله. تفضل. أنطول عليكم. تفضل. موضوع الحوار. نعم. موقفكم منه في حال إذا النظام فعلا حوار، يعني على قولتهم مثل ما يقولون قدم حوار جدي، أنتم مستعدين تدخلون وياه. الشعب قال الكلمة لا حوار مع هذا النظام. أهالي الشهداء أحدهم قال أي قيادة تتحاور مع حمد قيادة فاشلة. أحد أباء الشهداء الثانيين رفع لافتة وقال الحوار خيانة دم الشهداء. جمعية الوفاق أو جمعيات سياسية ككل عندما تدخل في حوار والشعب وأولياء الدم مرافضين له، ما بتكون في هذه الحالة خرجت عن مسار الثورة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، جمعية الوفاق أو على لسان أمينها العام أو قيادينها يقولون أن هناك في البحرين فئة تطالب بإسقاط النظام ولكنها قليلة. يعني بأي منطلق، بأي يعني الإحصائية من وين؟ معروف أن تراكم الشعب في جميع المسيرات مرخصة، مسيرة الجمعيات، مسيرات الائتلاف، جميعها يقول فيها مطلب واحد وهو إسقاط النظام. لعل البعض يطالب إصلاح نظام، هذا شيء موجود، ولكن من الواضح تماما أن الغالبية تطالب بإسقاط النظام. كيف تقولون أن الأقلية في البحرين تطالب بإسقاط النظام؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخ هزيم. شيخنا، السؤال الأول يتعلق بالحوار. نعم، الحوار أنا أتصور هو يعني مطلب إنساني في كل مشكل يحدث. القرآن دعا إلى الحوار، القرآن تحاور مع الكفار، القرآن أسس لمبدأ الحوار بشكل أو آخر. نحن أيضا إذا أمكننا أن نتحاور
مع ظالمنا مع قاتلنا من أجل الوصول إلى حل ينصف شعبنا ويعني يحق الحق في هذا البلد. نعم نحن من دعاة الحوار، قد يختلف معنا بعض الإخوة الأعزاء والأحبة بعدم قبولهم بمبدأ الحوار، هذا شأنهم ولهم رأيهم ونحترم ونجل هؤلاء الإخوة. قد يختلف معنا الإخوة أيضا في أصل مطلبنا، أصل مطلبنا، ويقولون أنهم ينحون نحو مطلب آخر. نحن أيضا نحترم كل من يقول أو يطالب بمطلب آخر، ونقول هذا أيضا من حرية الرأي ومن حرية التعبير، ومن حق أبناء شعب البحرين بكل تلاوينهم يطالبوا بما يشاءون. نحن لا نحكر يعني أو نحجز شعب البحرين عن مطالبة بحقوقه بالطريقة التي يريد وبالطريقة السلمية التي نؤمن بها. نحن نتبنى هذا الرأي، عرضناه في وثيقة المنامة، نصر عليه، ندعو للحوار من أجله حتى نصل إلى حل يعني يعود بالنفع على هذا البلد العزيز. بخصوص إنصاف أولياء الدم الشهداء، نحن من المطالبون بالعدالة، من المطالبين بالعدالة الانتقالية في هذا البلد من أجل إنصاف كل ضحايا هذه الحقبة، ومن أجل إنصاف كل الشهداء وإنصاف كل عوائل الشهداء. ومن حق عوائل الشهداء أن يطالبوا بما يشاءون، بما يشاءون من أجل إنصافهم، من أجل الأخذ بثأر أبنائهم، لهم الحق في ذلك. لكن لا أظن أنهم يفرضون رأيهم على يعني أجندة الجمعيات السياسية أو الحراك السياسي المطلبي، ولا نحن أيضا باستطاعتنا أن نفرض رأينا وأجندتنا على أولياء الدم في مطالبهم وفي سقف مطالبهم. نعم، أحد المغردين يتساءل عن يعني يصف قاعدة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي على أنها قاعدة يمثل الشباب فيها أقلية. هنا أريد أن أشير أيضا، الأخ أشار إلى أغلبية وأقلية، لا يستطيع أن يقول أن أغلبية القوم، أغلبية شعب البحرين ترى هذا الرأي، وأن هناك أقلية لا ترى هذا الرأي. ولا نستطيع نحن أيضا أن نقول أن أغلبية يعني شعب البحرين ترى رأينا وتتبنى رأينا ولا تتبنى الرأي الآخر. نحن نقول وعرضناه على السلطة، عرضناه على كل الناس، إذا أريد حل هذا البلد فليكن هناك استفتاء عام لشعب البحرين، هو يختار ما يريد، يحدد ما يريد، أيريد ما جاء في وثيقة المنامة أم يريد خيارا آخر؟ أيريد السلطة كما تدعي السلطة بأن هناك 450 ألف خرجوا في الفاتح يريدونها ويصفقون لها؟ أهلا وسهلا، نفتح المجال للاستفتاء لنرى من يريد النظام ومن لا يريد النظام، ومن يريد وثيقة المنامة ومن لا يريد وثيقة المنامة. هذا خيار مفتوح للشعب بعموم الشعب، ولا نقول هناك أغلبية أو أقلية. نحن نحترم كل الآراء وكل التوجهات وكل الأجندات التي تصب في صالح هذا البلد وفي خدمته. نعم، أعود لسؤال المغرد، يتحدث يصف أغلب قاعدة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي على أن الشباب يمثلون فيها أقلية، يقول أن أغلبهم من فئة غير فئة أنا الشعب. أنا أشرت منذ قليل على أنه يعني في جمعية الوفاق في القيادات، هذا يتكلم عن القاعدة، وأنا أقول له أن أيضا في القاعدة هناك من الشباب ومن الكبار ومن الصغار ومن الشباب، وغالبية القاعدة الجماهيرية اليوم المتحركة في الحراك المطلبي هم من فئة الشباب الذين سواء ينتمون لجمعية الوفاق أو لا ينتمون لجمعية الوفاق، هم ينتمون لهذا الشعب وللحراك المطلبي، وهم من يحركون اليوم الشارع في الخيار السلمي. نعم، نبقى مع اتصال للأخ أحمد الأسدي. أخ أحمد الأسدي، هل تسمعني أنت على الهواء؟ نعم، سلام، سلام عليكم، تحية طيبة لك وسماحة الشيخ الديني. الله يحفظك، تفضل. أحمد السعري، مراسل لعدد من وكالات الأنباء من العراق. نعم، أول مرة، السؤال الأول يعني خطاب سماحة الآية الشيخ عيسى قاسم، وصف أن المقاومة هي خيار الشعب المستهدف من قبل الحكومات التي تبعث باليأس. هل نحس أن الشيخ عيسى قاسم في هذه الخطاب وفي هذه اللجنة يحاول أن يساعد وأن يحث الشعب البحريني والشعب البحريني على الوقوف بوجه النظام الخليفي وأن تتغير أسلوب المقاومة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هنالك تقاطع بين خيار المعارضة البحرينية في الداخل والخارج؟ والسؤال الثالث، لا أحب الشيخ أنه أيضا يعلق عليه، كثير ما يتناول اليوم الشيخ عبد الله الخليفة وهو يبدو أحد يعني وراء العائلة الحاكمة، يتهم النظام بأنه نظام متطرف وأن الشيخ المشير رفتم خليفة بن أحمد هو القائد العام للوضع في البحرين وأنه يحاول أن يصدر مبادرات. ما هو تعليقكم على هذه المبادرات؟ نعم، شكرا جزيلا أستاذ أحمد، ونوجه تحيتنا الخاصة إلى إخواننا في
العراق الشقيق، ونشكرهم على اهتمامهم بقضيتنا ومظلوميتنا. شيخنا، نرجع إلى السؤال الأول الذي يتعلق بكلمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم فيما يتعلق بمقاومة. نعم، سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بالأمس تحدث في خطاب يوم الجمعة مشيرا إلى أنه إذا أقدمت السلطة على خنق إرادة هذا الشعب ومحاولة وأد مطالبه ومحاولة الإمعان في إذلاله وانتهاك حقوقه من خلال الهجوم على المنازل وسرقة الأموال وما شابه ذلك والتعدي على الأعراض، هذا يدفع شعب البحرين إلى المزيد من مقاومة هذا النظام ومقاومة الدكتاتورية وبالوسائل السلمية. سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم هو من أصل يعني عملية العمل السلمي في البحرين والحراك السلمي في البحرين، فلذلك هو يدعو للمقاومة السلمية التي يعني تواجه الدكتاتورية وتواجه حالة الانتهاكات المستمرة ضد شعب البحرين المسلم المسالم. فمقاومة يعني شعب البحرين هي منطلقة من مبدأ السلمية، وهو ما يقوم به اليوم شعب البحرين. إذا كانت السلطة وهذا ما ترمي إليه من خلال ممارساتها العنفية ومن خلال هجومها على المنازل ومن خلال يعني سرقة أموال الناس ومن خلال التعدي على حرمات الناس، إيقاف الناس في الشوارع، إهانة الناس، كل هذه الأمور، إذا كانت السلطة تظن بأن عملها هذا سيؤد الثورة وسيقف في وجه الثوار وسيقف في وجه الحراك المطلبي، فهي واهمة. هذا سيدفعهم للمزيد من المقاومة السلمية، للمزيد من العمل السلمي، حتى يطيحوا بحالة الدكتاتورية البحرين ويؤسسوا للدولة ديمقراطية تحكمهم إن شاء الله. السؤال الثاني كان عن التقاطع بين يعني المعارضة في الداخل والخارج. أنا لا أتصور أن هناك حالة تقاطع، لعله يعني هناك شيء من اللبس قد يكون في فهم يعني الأطراف لبعضها البعض، ولكن من خلال جولاتنا وجولات سماحة الأمين العام هنا وهناك والتقائنا يعني بكافة الإخوة من المعارضة، نرى أن هناك تلاقي في كثير من الأهداف والتطلعات التي اطلع إليها شعب البحرين بشكل أو آخر، وهناك إجماع، شبه إجماع، لا أقول إجماع، شبه إجماع على أن وثيقة المنامة هي قابلة للتفاهم، قابلة للتعاطي معها، وحديث عن إمكانية تطبيقها وعدم إمكانية تطبيقها، إمكانية إنجازها وعدم إمكانية إنجازها، لكن لا يختلف معنا أحد في أن وثيقة المنامة هي تطلع كبير لشعب البحرين، إن أمكن تحقيقه فبها ونعمت. نعم. السؤال الثالث كان عن وجود تيار متشدد في النظام وتعليقكم على ذلك. لعلي لا أؤمن بعد اليوم بأن هناك طرف متشدد في هذا النظام وطرف مع الأسف وسط أو مسالم أو إصلاحي أو ما شابه ذلك. أنا أرى أن النظام برمته اليوم متشدد، أن النظام برمته اليوم يواجه شعب البحرين، يقتل شعب البحرين، ينتهك حقوق شعب البحرين، ولا نرى لا نرى من معارض من هذا النظام يقول أن ما يرتكبه اليوم شرطته وأجهزته الأمنية هو خلاف الأعراف الدولية، خلاف حقوق الإنسان، خلاف لما يتطلع إليه شعب البحرين. يعني يظهر لنا أحد المسؤولين في زياراته الرمضانية ليتحدث عن إيقاف العنف، ويجب أن يوقف. من يمارس العنف اليوم في البحرين؟ من يمارس العنف في البحرين هي أجهزة الأمن. من يمارس العنف في البحرين هم رجال الأمن الذين يبطشون بالناس، الذين يوقفون الناس في الشوارع، الذين ينتهكون الأعراض، الذين يهجمون على البيوت. نريد أحد رموز السلطة أن يظهر ليقول لنا أن هناك إدانة لرجاله الأشاوس، لما يسمى بالبواسل، لما يسمى بأهل السنع، أنهم قفوا عن ارتكاب جرائمكم ضد أبناء شعب البحرين، حتى نقول أن هناك طرف إصلاحي. أنا لا أرى أن هناك في هذا النظام طرف إصلاحي، بقدر ما أن الجميع متشدد في مواجهة شعب البحرين، في مواجهة حقوق شعب البحرين، في مواجهة الديمقراطية في البحرين. نعم سماحة الشيخ، الأسئلة ترد بالجملة، فبنحاول نأخذ أكثر من سؤال ونعود مجددا للإجابات. سؤال أم نورين عبر تويتر تقول: هل تتوقعون إقدام السلطة على إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية؟ أيضا هناك أكثر من سؤال، وأعتقد أن احنا تحدثنا بما فيه الكفاية عن تفسير كلمة مقاومة لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الجمعة الماضي. ميثم التمار عبر الفيسبوك يقول: لماذا لا يتم تنقية أو إعادة النظر في بعض أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والذي يعتقد أنهم يسيئون ببعض التصرفات إليها؟
إغلاق جمعية الوفاق، أنا أتصور هذه السلطة لا تتورع عن القيام بأي فعل تجاه أي جمعية أو حزب سياسي في ظل غياب الديمقراطية وسيادة الدكتاتورية في هذا البلد. نتوقع كل الأمور وكل ما هو أسوأ. بلدنا العزيز البحرين، فإغلاق جمعية الوفاق ليس نهاية المطاف بقدر ما قد يكون بدء لمرحلة جديدة تحرج النظام وقد تسقط أوراقه الأخيرة. نعم، السؤال عن موضوع تنقية أو إعادة النظر في بعض أعضاء الجمعية، أنا أتصور أنه يشير إلى موضوع هل هناك أجهزة مراقبة في جمعية الوفاق الوطن الإسلامي متابعة؟ لم أفهم السؤال بشكل واضح، يعني تنقية ماذا؟ هو يتحدث عن أن أعضاء جمعية الوفاق الفاعلين، يعني يتحدث عن هل هناك آلية معينة لاختيارهم، هل هناك فرصة لإبداء الملاحظات في جهة يعني معينة؟ نحن كحزب سياسي لدينا وسائلنا وآلياتنا في متابعة ومراقبة يعني أعضائنا الفاعلين والعاملين، وبين الفينة والأخرى نحن نراجع يعني أي سلوك أو أي تصرف أو أي يعني عمل يصدر من هؤلاء لنتخذ الموقف المناسب حسب الآليات والأنظمة الموجودة لدينا. نعم، نبقى مع اتصال هاتفي للأخت أم أحمد. أخت أم أحمد، مرحبا بك، أنت على الهواء. قيل عن اعتقال زوجي عبد الحسين الجد وحسين العالي. هذا حسين العالي كان مطلوب من فترة وداهموا بيتنا بأكثر من 20 مرة، هذا حق الأندرا، يعني ناس قالوا لنا ان يداهمون البيت، احنا ما ندري. يداهموا البيت، كسروا بيباننا كامل ودام ما لقوا احد. طبعا احنا تركنا الباب، تركنا البيت وهجرنا. فاذا يروحون ويشوفون ما حد في البيت، يسوون يلقون الانارات كلها وشغلون المكيفات وخلون البيبان مفتوحه ويطلعون. طبعا له اخوي اللي هو المطلوب رايح الظاهر الى زوجي يسال عن عائلته او يبغي ثياب، ما ندري يعني احنا عنه، لان من صار مطلوب ما ندري عنه وين هو. فالظاهر ان الاستخبارات قاعدين يسوون له كمين، فهجموا عليه في جراج زوجي رايح بيستلم ثياب، فهجموا عليه هجوم وحشي الاستخبارات والقوات، واستلموا اللي هو اخوي واللي وصلنا من شهود عيان انه ضربوه ضرب مبرح للغايه يعني. فانا الحين اطالب، لان احنا قلقين جدا على اخوي حسين ومصير زوجي اللي ما اليه ذنب، مجرد ان هذا اخوي رايح الظاهر يبغى يسال عن عائلته ويبغى فلوس، لانه كان يتسكع في الطرقات في شهر رمضان بدون ثياب وبدون اكل. انا ابغى استعطف العالم كله انه يتدخل في قضية حسين العالي ويطالب بالافراج عن زوجي البريء، لان ما له ذنب. مجرد هذا جاي يبقى ياخذ ثياب او ياخذ فلوس على اساس يعيش نفسه في شهر رمضان. فهجموا على الكراج واستلموا اخوي وضربوا ضرب، ولا ما ندري عن مصيره الحين، بس نسمع اخبار عنه انه في حالة خطرة من شدة التعذيب اللي لاقاه. شكرا جزيلا أخت محمد، وفرج الله عنه إن شاء الله وطمأنكم ومسح على قلوبكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، مثل هذا يعني هذه حالة من لا أقول عشرات لا أقول مئات آلاف الحالات الموجودة في البحرين. هذه مأساة واحدة من مآسي شعب البحرين، هذه حالة واحدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في البحرين. هذه يعني زوجة وأخت تتألم تبكي لحالها ولما جرى عليها. أنا متأكد أن هناك في كل ليلة، يعني أمامي إحصائية، يعني ليلة الجمعة تمت مداهمة 12 بيت و13 حالة اعتقال. المناطق التي تعرضت للعقاب الجماعي 24 منطقة، يوجد أكثر من 15 مصاب،
وغيرها من الأمور التي يعني تحدث في كل يوم وفي كل ليلة. في كل ليلة البحرين منتهك حقوقها، في كل ليلة بيوتنا منتهك حقوقها، في كل يوم نسمع عن اعتقال شاب من الشارع، عن إصابته، عن ضربه، عن إهانته، عن إهانة امرأة، عن التحرش بامرأة أو بشاب أو ما شابه. لم يسلم أحد من شعب البحرين من ممارسة انتهاك الحقوق. هذا النظام يفسد، يظلم، يفجر ضد شعبه بكل الوسائل التي أتيحت إليه. ومع الأسف الشديد العالم في صمت، العالم في سكوت على كل هذه الجرائم، رغم كل المناشدة، رغم علم العالم، كل العالم، كل المجتمع الدولي يعلم بما يجري في البحرين. تقرير بسيوني الذي يعني دشنا في البحرين وبأمر ملكي فضح هذا النظام، فضح جرائم هذا النظام، والعالم يعرف بهذه الجرائم، ولكنه لم يتخذ لحد الآن خطوة عملية لإيقاف هذه الجرائم التي تجري في البحرين. أنا أقول لأختنا العزيزة أعانك الله، هذه ضريبة، ضريبة المطالبين بالحق، ولكن ثقي أننا نحن المنتصرون، أننا نحن أصحاب الحق، وسيتحقق لنا ما نريد. هذه كما عبر عنها أخينا العزيز يعني السيد، هذه عفرة المذبوح دائما يسعى في نهاية المطاف إلى ارتكاب هذه الجرائم، لعله وعسى يستطيع أن يوقف هذا الحراك المطلبي أو يوقف هذه الحالة الثورية التي تسعى لإحقاق حق البحرين. نعم، نخرج إلى فاصل قصير ونعود مجددا للاستماع إلى أسئلتكم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم استجواب. نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال من الأخ أبو عبد الرسول. أبو عبد الرسول تفضل، أنت على الهواء، مرحبا بك. أبو عبد الرسول هل تسمعني؟ إذا أخ أبو عبد الرسول مو جاهز يتفضل الأخ أمير. أنا ما أسمع. عليكم السلام، من وياي؟ عفوا، وياك ابو عبد الرسول. مرحبا ابو عبد الرسول، تفضل انت على الهواء. مرحبتك. مرحبا شيخ حسين، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم. بس ليش ما تختارون المقاومه هي الخيار حق سوريا؟ نعم، يتحدث عن تبني خيار المقاومه. هذا هو السؤال اخ عبد الرسول. اي نعم، شكرا، ان شاء الله. رحم الله عليك. مداخله ايضا واستفسار للاخ امير. اخ امير، اتصال هاتفي، تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس امسي على سماحه الشيخ حسين الدهي. اهلا وسهلا، حياك الله. سؤالي يقول، هل وثيقه المناره هي على سقف الجمعيات؟ هل سيرتفع سقف مقالكم مستقبلا؟ نعم، شكرا. شكرا جزيلا. شيخنا أبو عبد الرسول يتحدث عن خيار المقاومة. أنا أتصور أن يعني خيار المقاومة السلمية هو الخيار الفاعل والمعمول به في البحرين حاليا،
ولا نستطيع أن نسمي ما نقوم به إلا هو مقاومة للظلم، مقاومة لحالة الدكتاتورية الموجودة في البحرين. لا يعني عنوان المقاومة يجب أن يكون المقاومة مقاومة مسلحة، لا، هناك خيار آخر، يعني المقاومة السلمية هي مقاومة أيضا، وأسقطت أنظمة مقاومة السلمية يعني جاءت بالديمقراطية في كثير من البلدان، ونحن الآن في حالة مقاومة سلمية من أجل الديمقراطية في البحرين. نعم، الأخ أمير يتحدث عن هل أن وثيقة المنامة هي أعلى سقف للجمعية؟ هي سقفنا الحالي، والله أعلم بمستقبل الأمور والمعطيات التي قد تأتي بها الظروف السياسية الإقليمية والدولية. نعم، مغرد يسمي نفسه بلال العبودية يقول هل لسماحة الشيخ أن يسترسل في تصريح الأستاذ خليل مرزوق فيما يخص تصعيد الخطوات ما بعد شهر رمضان؟ يسأل عنه أستاذ خليل يعني. يعني قلت منذ قليل بأننا في حالة يعني مواجهة مع الدكتاتورية ومع تكميم الأفواه في هذا البلد العزيز، ونحن نسعى بكل الوسائل السلمية من أجل نيل مطالبنا. نعم، الدولة يعني قد تهنئ نفسها أنها استطاعت أن توقف مسيرة هنا أو مسيرة هناك، فعالية هنا أو اعتصام هناك، لكنها لن تستطيع أن تستمر في هذا الأمر. نعم، في جعبتنا الكثير من الأمور للأيام القادمة. متروكة للوقت. نعم، المغرد صمود يقول هل هناك تحركات سرية من قبل قوى المعارضة أو قوى المعارضة للتحرك على الإفراج عن الرموز القابعة في السجون، وهل ستدخل المعارضة للحوار من دونهم؟ قضية الرموز وسجن الرموز يعني هذه مسألة منوطة بالحل السياسي في البحرين، يعني ما لم يكن هناك حل سياسي ستبقى مشكلة الرموز مستمرة أيضا وسجنهم مستمر. نحن لا نغفل عن يعني إخوتنا وأحبتنا المعتقلين المسجونين في سجون البحرين ظلما وعدوانا، نسعى بكل الوسائل المتاحة لدينا داخليا وخارجيا من أجل الدفاع عنهم، من أجل خلاصهم مما هم فيه من محنة. يبقى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وتوفيقاته. نعم، إما مسألة الحوار من دون الإخوة فنحن على يعني ثقة بأنه لن يكون هناك حل من دون أن يكون الإخوة الرموز المعتقلين هم ضمن الحل السياسي، فلا يمكن تجاوز هؤلاء الأحبة بأي شكل من الأشكال. نعم، المغردة ولا تقول هل وفاق تسعى لدولة علمانية في حال التوصل إلى حل سياسي؟ نحن نسعى إلى دولة ديمقراطية يحكمها دستور ديمقراطي، تحكمها حالة ديمقراطية بعيدة عن الحالة الدكتاتورية. نعم، المغرد أو المغردة نور علي تقول الجمعية خلقت تكتل مع من يوافقونها الرؤية، لكن بالمقابل هناك نوع من التجاهل تتبعه الجمعية مع من يخالفونها الرؤية، لماذا؟ طبيعي في كل مكان أنني يعني أجتمع مع من يتفق معي وأتحاور وأتفاهم وأحترم كل من يختلف معي. طبيعي أنني إذا وجدت إخوة يتفقون معي في الرؤية سنكون تجمعا، سنكون جماعة هنا وهناك من أجل السعي لتحقيق رؤيتنا، لكننا حتى مع من يختلف معنا في رؤيتنا سواء في وثيقة المنامة أو الرؤية السلمية أو ما شابه ذلك، نحن نحترمهم، نجلهم، نقدرهم، نتعاون معهم بقدر ما نستطيع أن نتعاون معهم في إطار ما نحمله من رؤية. أحد المغردين يتحدث عن رؤيته أو الرؤية التي تقدمونها للمستقبل، يعني السؤال طويل سأحاول اختصره، ولكن زبدة السؤال أنه يتكلم عن ما هو أقرب سيناريو يرتسم في الذهن، وهل المتغير القادم سيبدأ بحرينيا أم أن هناك حسم للمسألة فيما يتعلق بالواقع الإقليمي؟ يعني هو يتكلم هل المستقبل في صالحنا باعتبار الواقع الإقليمي المتعلق بسوريا وغيره؟ نحن على ثقة، وأنا كررت هذا مرتين وثلاث، نحن على ثقة بأن المستقبل لنا وأن ما هو قادم من الأيام لنا وليس علينا. هم مجبرون على أن تكون هناك حالة ديمقراطية في البحرين وأن يكون الحل وبنا نحن، بنا نحن، لا يمكن أن نتجاوز شعب البحرين، لا يمكن أن تعيش البحرين في حالة أمنية مزرية كما هي حالها اليوم، ولا بد من حل ديمقراطي، لا بد من حل ديمقراطي ينصف شعب البحرين بكل طوائفه بكل فئاته، ونحن على ثقة بأن الحل قادم وقريب وليس ببعيد إن شاء الله. شيخنا اعتذر عن هذا السؤال، سأقرأ نصه من أم عيد أو أم عبد تقول
سؤال: لماذا تريدون تسليم البحرين لعبيدكم الإيراني؟ لماذا بعت البحرين مقابل أموال إيرانية؟ لماذا أحرقت البحرين لخاطر ولادي؟ أنا بحراني أبا عن جد، ولا أعرف لي أصلا في غير هذا البلد العزيز. منذ مئات السنين أجدادنا آباؤنا، قبور آبائنا، قبور أجدادنا، رموزنا موجودة في البحرين. قبل مجيء العائلة الحاكمة إلى هذا البلد لدينا قبور ولدينا الكثير من الأمور التي تدل على وجود أهلنا وأجدادنا في هذا البلد العزيز. ولا أعرف لإيران دخلا في هذا البلد العزيز، ولا أنتمي لإيران كمواطن. أنا أنتمي لهذا البلد، أنتمي إلى هذا الشعب البحريني بشيعته بسنته بكل تلاوينه، أقدم ما أقدم من أجل بلدي العزيز، من أجل وطني العزيز. ولا أعرف وطنا آخر. إذا كان هناك آخرين يعرفون لديهم أوطان ويعرفون لديهم أراضي أخرى يملكونها، هذا شأنهم. أما أنا لا أملك إلا أرضي، ولا أملك إلا وطني، ولا أملك إلا أهلي وناسي في هذا الوطن العزيز البحرين. فلذلك يعني تهمة إيران باتت باطلة، وباتت تهمة بالية لا يمكن أن يسمعها العالم. حاولتم وحاولتم حاولتم مع كل محبتنا، مع كل تقديرنا لكم، حاولتم أن تشوهوا صورة الحراك المطلبي برمي التهمة على إيران، وأن إيران هي من تسند هذا الحراك المطلبي في البحرين، وأنها وراء هذا الحراك، وأن من يقوم بهذا الحراك هم إيرانيون، ولكنها باطلة. أبطلها بسيوني وأبطلها ما قبل بسيوني، وسيبطلها شعب البحرين الأصيل المنتمي لهذه الأرض منذ مئات بل آلاف السنين. هذه الأرض لم تكن خالية، حينما جاءها آل خليفة هذه الأرض كان فيها أناس، كان فيها بشر، ما كان فيها ديناصورات، كان فيها بشر، كان فيها ناس، كان فيها قبور. فحينما جاءت العائلة الحاكمة كان فيها أناس. أين هؤلاء الناس؟ هل اندثروا؟ هل ماتوا؟ نحن هؤلاء الناس، نحن شعب البحرين الأصيلين الذين ننتمي إلى هذه الأرض ولا ننتمي إلى غيرها، ولن نتنازل عنها مهما قلتم ومهما فعلتم. أحسن سماحة الشيخ. لفتة جميلة من المغرد سيد ميثم المحافظة يقول: استجواب، يعني برنامج استجواب، ينم عن نفس كبير لا يخشى السؤال، ينم عن ثقة بالمواقف وصدق في التعامل. فهل نرى مؤسسة في الدولة لها يعني الشجاعة أن تقبل مثل هذا النوع من البرامج التي تفتحها على العوام؟ المغرد سيد أحمد يقول: كيف تقيمون شيخنا مشاركة جمعية الوفاق فيما يسمى بالحوار الوطني الذي أقيم في السنة الفائتة؟ ألا ترى أن مشاركة الجمعية أعطت شرعية للنظام؟ أولا أنا أتمنى لو كانت في البحرين حالة ديمقراطية لرأيتم وزيرا هنا أو وزير هناك أو حاكم هنا أو هناك يقف أمام منصة الاستجواب ليسأل ويجيب بكل أريحية وبكل شفافية. من أعضاء البرلمان، حتى من أعضاء البرلمان أو من غيره، في كل الدول الديمقراطية هذا يحدث. وأنا أزعم أننا نعيش في جمعية الوفاق حالة ديمقراطية لا نخشى فيها شيء، لأننا واضحين شفافين أمام الناس، أمام العالم، كل العالم. هذه متبنياتنا، هذه رؤيتنا، هذا ما نحمله من فكر، فلا نخشى أن نقوله للعالم، كل العالم. نحن لا يعني نخبئ شيئا عن الناس ولا عن العالم، هذا ما نتبناه، هذا ما نراه، هذا ما نفعله أمام العالم، كل العالم. نعم، المغرد سيد أحمد يتحدث عن مشاركة جمعية الوفاق في الحوار الوطني وأنها أعطت شرعية للنظام. جمعية الوفاق الوطني في مشاركتها في الحوار الوطني عرت هذا الحوار وكشفته للعالم وكشفت زيفه. لو لم تشارك جمعية الوفاق لتغنت الدولة وطبلت على مدى هذا العام أن من أفشل الحوار هو عدم مشاركة الوفاق، وأنها وأنها وأنها. لكننا تعمدنا المشاركة لنقول أننا من الداخل كشفنا زيف هذا الحوار، ونحن نعلم أنه زائف، ولكننا تعمدنا حتى نقول للمجتمع الدولي الذي كان يوجه اللوم لجمعية الوفاق أنها لا تريد الحوار ولا تريد الجلوس على طاولة الحوار، أننا مستعدون للجلوس على طاولة الحوار لنقول لكم تفضلوا اكتشفوا زيف هذا الحوار، وأنه ما هو إلا حوار زائف مزور لا يعني شيء بالنسبة لشعب البحرين. المغرد مجيد يقول: كيف لنا أن نثق في من نشر صورنا في الإعلام الرسمي وغير الرسمي وقال عنا خونة؟ يتساءل هل هناك مجال للتعايش، هل هناك فرصة للتعايش؟ سنستمع إلى الإجابة سماحة الشيخ، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير، ونعود مجددا. أنا ما قاعد أسمع شيء ولا غيره.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. شيخنا نعود إلى سؤال مغرد مجيد يقول: هل هناك فرصة للتعايش بعد ما حدث؟ نعم هناك فرصة للتعايش، ويجب أن نبقى أحبة في هذا البلد العزيز. هذا البلد العزيز لا يحتمل المزيد من الخلافات الطائفية أو البينية بين أبناء المجتمع البحريني. يجب أن نعيش إخوة في هذا البلد. الشيعي لا غنى له عن السني، ولا السني له غنى عن الشيعي ولا غيره من أبناء هذا الوطن العزيز. يجب أن يتعايشوا. نحن لسنا أعداء بعضنا البعض، نحن عدونا الوحيد الدكتاتورية في هذا البلد، عدونا الظلم، الابتزاز، التمييز، ليس عدونا السني وليس عدونا الشيعي. يجب أن نتعايش، يجب أن نتعايش. من ظلمنا ليس سنيا، ومن ظلم الآخر ليس شيعيا. من ظلمنا هي حالة الدكتاتورية في هذا البلد التي تتحكم في كل مفاصل هذا البلد. السني اليوم لا يستطيع أن يتنازل عن الشيعي، ولا الشيعي يستطيع أن يتنازل عن السني. هم أبناء هذا البلد، عاشوا وتربوا في هذا البلد، نموا في هذا البلد، ويجب أن يبقوا لهذا البلد، فهو بلدهم وليس بلد غيرهم. يجب أن يتحكمهم حالة من الديمقراطية والعدالة والحرية والإنصاف حتى يتعايشوا بأمن وسلام. ونحن الآن نرى حينما انجلت الغمة وما مارسته الدولة، يعني مع الأسف الشديد من مارس حالة الطائفية وزرع حالة أو حاول زرع حالة الطائفية هي النظام. خرجت لنا بأكذوبة قطع لسان المؤذن، وحاولت أن تزرع فتنة حتى يتشتت هذا المجتمع ويبتعد عن مطالبه العادلة. أين هذا المؤذن؟ من الذي قطع لسانه؟ لم نعرف من المؤذن ومن قطع لسانه، وغابت القصة تماما حتى عن تقرير بسوني، لأنها أكذوبة اصطنعها النظام من أجل تفريق أبناء شعب البحرين عن بعضهم البعض سنة والشيعة. كذب من يدعي أن هناك خلاف سني شيعي في هذا البلد. الخلاف هو بيننا وبين الدكتاتورية. الدليل على ذلك هو ما يجري اليوم: إبراهيم شريف سني معتقل، محمد الزياني سني معتقل، محمد بوفلاسة سني معتقل، وغيرهم من الآخرين من أبناء الطائفة السنية أيضا تعرضوا للظلم وتعرضوا للظلم، ولا زالوا يتعرضون للظلم والظلم لأنهم يواجهون الدكتاتورية. كل من يواجه الدكتاتورية هو عدو، ويجب أن يواجه من قبلهم بشتى أصناف المواجهة. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال من الأخ سعود. أخ سعود تفضل، أنت على الهواء، مرحبا بك. أخ سعود هل تسمعني؟ أنت على الهواء مباشرة. إذا لم يكن الأخ سعود، أخ سعود هل تسمعني؟ إذا لم يكن الأخ سعود جاهزا ننتقل إلى الأخ عبد الكريم. أخ عبد الكريم تفضل، أنت على الهواء. عليكم السلام، من معي أخي؟ أخ عبد الكريم. نعم عبد الكريم. تفضل أخ عبد الكريم، أنت على الهواء. حياك الله. أنا نعم نسمعك، تفضل. أنا أشكركم على هذا الموضوع. نعم. وعندي سؤال، اللي هو طبعا عيالنا حين معتقلين ويتم التجديد لهم بـ90 أو 30 أو 60 يوم. نعم. وإحنا نبي نعرف على أي قانون يمشون عليه حق التجديد لهم، وإحنا نعاني كأهالي حق أولادنا، يعني نعاني طبعا تعرفون، وإحنا نبيكم شنو تقدرون تسوون في هذا الموضوع، وشكرا. نعم، إذا أخ سعود جاهز أو نعود مجددا إلى الإجابات. تفضلوا شيخنا. بالنسبة للاعتقال. نعم. المعتقلين. تعليق على الأخ عبد الكريم. يعني هناك الآن من يعتقل تحت مسمى قانون الإرهاب فيوقف مدة 60 يوما، وهناك من يعتقل يعني بتهمة جنائية فيوقف المدة المقرر له في القانون. لكننا نقول أنه يعني حسب ما جاء في دستور البحرين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال إلا بناء على أيضا قانون، وأنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا ما لم يطبق في البحرين، يعني يأخذ الإنسان عنوة من الشارع من أي مكان ويزج في السجن ويحكم عليه بمدة زمنية 60 يوما أو يعني 45 يوم أو ما شابه ذلك حسب القانون، إذا كان قانون الإرهاب أو القانون الجنائي العادي، ويزج في السجن ظلما وعدوانا، يبقى ويجدد له هكذا
من دون أن يعني يرى محامي، من دون أن يعرض على قاضي، ومن دون ومن دون من دون كثير من الإجراءات التي تتخذ هي يعني بعيدة عن حقوق المواطن وحقوق المعتقل بشكل وآخر، وبعيدة عن أيضا عن ما جاء في دستور البحرين أصلا يعني. نعم، أحد المغردين يتحدث عن تقصير، أو المغردة غدير تتحدث عن تقصير جمعية الوفاق عن فعاليات المعتقلين ولو على نطاق القرى. نحن يعني لا أدعي العصمة والكمال، ولكننا أدعي أننا نساهم مع كل أحبتنا، مع كل إخوتنا، مع كل من يدافع عن هؤلاء المظلومين بكل ما نستطيع من وسائل، بكل ما نستطيع من أمور متاحة. نحن نقيم وقفات شبه يعني أسبوعية، بل تتكرر في الأسبوع مرتين وثلاث في جمعية الوفاق، وغالبيتها هي مع المعتقلين، مع المسجونين، مع المعذبين، ونساهم أيضا في كل الوقفات التي ندعى إليها أو نعلم بها في القرى، في المناطق، في كل مكان. نساهم بكلمة هنا، بموقف هنا، بحضور هنا وهناك. قد نغفل عن بعض الأمور يعني أو الفعاليات الشعبية التي تجري هنا وهناك غفلة وليس تعمدا عدم المشاركة فيها. شيخنا، يعني كلفت، لا تعتقد أن أكثر الأسئلة والإثارات تتحدث عن مزيد من الفعاليات والمطالبة بمزيد من الحراك، رغم هذه القمعة الأمنية ورغم هذا الاستهداف، ألا يمثل هذا حالة إيجابية تبشر به؟ أنا قلت أن شعب البحرين أزعج هذا النظام بصموده بإرادته الصلبة، ولا زال يزعجه على مدى عام. قتلوا فينا، سفكوا الدماء، انتهكوا الأعراض، انتهكوا حرمة المساكن والبيوت، مارسوا كل أنواع وأبشع أنواع الجرائم ضد شعب البحرين. كانوا من خلال هذه الممارسة يريدون إخماد صوت هذا الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية، ولكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك. تفاجأوا بأن شعب البحرين لديه من القدرة ومن الصلابة ومن الإرادة ومن العزيمة ما يفت يعني كل عزائمهم وكل إراداتهم، فلذلك هم تفاجأوا بهذه العزيمة التي تستمر على مدى عام، قتل وانتهاكات وتعذيب وسجون وأحكام، ولا زال الناس يخرجون في الشوارع يطالبون بكل سلمية ومحبة بحقوقهم وبالديمقراطية في بلدهم. هم منزعجون من هذا الأمر، فلذلك عمدوا إلى إيقاف كل الفعاليات السلمية لأنها أزعجتهم، لأنها أقضت مضاجعهم. لكننا نقول أن خيارنا ليس فقط مسيرة هنا أو هناك، لدينا من الخيارات السلمية الكثير الكثير مما سيتفاجأ به النظام. نعم، المغرد وطني حبيبي يقول: لماذا لا تتفق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع ثوار 14 فبراير على مطلب موحد؟ نحن إن شاء الله متفقون على صالح هذا البلد، متفقون على ما يصب في خير ونفع أبناء هذا الوطن جميعا. نحن لدينا وثيقة المنامة، والإخوة لديهم مرئياتهم، في النهاية نحن نتفق إن شاء الله على ما يخدم هذا الوطن بكل بوسيلته وبأسلوبه. أحد النشطاء في الفيسبوك مقاوم وفاقي يقول: شيخنا المجاهد، بعد منع المسيرات وتساوي الكلفة بين أن تتظاهر بعيدا عن الدوار في المناطق والقرى وبين أن تذهب إلى الأماكن الرئيسية، يعني سؤاله: لماذا لا تتبنى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حراك في أماكن أكثر أهمية؟ لو افترضنا أن الذهاب للدوار سيزيد كلفة الدم، أليس البقاء في المناطق والشوارع المجانبة لها هو زيادة في كلفة هتك الأعراض والحرمات، بل والقضاء على النسل من خلال الغازات التي تطلق على المنازل؟ لا يوجد في أي حراك مطلبي وثوري يعني لا توجد كلفة. في كل مكان يجب أن تكون هناك كلفة. أنت تقدم من أجلي حريتك، من أجلي كرامتك، من أجلي مستقبل أبنائك، مستقبل وطنك، طبيعي أن تكون هناك كلفة. نعم، تفترق هنا وهناك. أنا لا أقول أننا يجب أن يعني نحجم أنفسنا في القرى وفي المناطق الآيلة يعني بالسكان، وإنما يعني تكون هناك مناطق أخرى، ونحن ننوع عادة في كل مناطقنا، نذهب إلى العاصمة، نذهب إلى القرى، نذهب إلى كل مكان يمكن أن يكون متاحا لنا للتعبير عن حقنا السلمي في هذا البلد. نعم، المغرد ميثم التمار يقول: ماذا لو صوت الشعب على رفض مطالب جمعية الوفاق الوطني الإسلامي؟ هو الشعب إذا صوت واستفتي الشعب ولم يرد جمعية الوفاق ولم يرد مطالب جمعية الوفاق فهذا حق الشعب. نحن ندعو إلى أي عمل يعني أي شيء قادم في المستقبل، سواء تم عبر حوار أو صياغة الدستور أو ما شابه ذلك، أن يكون نهايته باستفتاء شعبي، يصوت الشعب على ما يريد من خيار، هذا حق الشعب.
نعم. أحد المغردين يقول: سماحة الشيخ أوجه لك هذا السؤال، هل جمعية الوفاق وثقت جرائم الضباط المجرمين، وهل سترفع دعوى ضدهم في مراكز؟ نحن وثقنا، والمراكز الحقوقية أيضا وثقت الكثير مما ارتكبه المجرمون من ضباط وغير ضباط، ونعم نسعى يعني بكل الوسائل لمحاسبة وملاحقة هؤلاء المجرمين قانونيا سواء في الداخل أو الخارج. السيد مجيد أحد المغردين يصف الحوار مع النظام بأنه خيانة لدماء الشهداء. له رأيه ونحترم رأيه ونجله، في النهاية نحن لا يعني نجبر أحدا على قبول خيارنا وعلى ما نتمسك به وما نتبناه، لكل له وجهة نظر ونحترم وجهات النظر المتنوعة. هل ستقبل الوفاق أن يكون نتيجة الحوار عدم الإيفاء للشهداء ولحقوق ذوي الدم؟ في أي حوار يمكن أن يكون، الآن لا يوجد حوار، الدولة تفر من عنوان الحوار ولا تريد الجلوس على طاولة حوار لأنها تعرف أنها مهزومة في هذا الحوار. العالم كله يقول لها اجلسوا مع المعارضة للحوار من أجل أن تخرجوا بنتيجة إيجابية لصالح هذا الوطن، لكن النظام هو الذي يفر من الحوار. لو كان هناك حوار جاد، لو كان هناك حوار جاد طبيعي، لن تتنازل المعارضة لا الوفاق ولا غيرها، ولا من حقها أن تتنازل عن قيد أنملة من حقوق هذا الشعب. لن نتنازل ولا يحق لنا أن نتنازل، وسيعد خيانة إن تنازلنا عن حقوق هذا الشعب العزيز. لو حدث أن وقع الحوار وتقابل الطرفان، في وجهة نظركم إذا كان الحوار منصفا، لمن ترجح الكفة؟ من سيكون موقفه أقوى على طاولة الحوار؟ أي طرفين؟ طرف المعارضة والسلطة. أنا أقول أن الرجحان دائما لأهل الحق، ونحن نزعم أننا أهل حق وأن حقنا مسلوب من قبل هذا النظام. فإذا كان هناك حوار جاد على طاولة جادة بكل متطلبات الحوار، سيكون المنتصر هو شعب البحرين. يعني هل الدولة تفر من الحوار ضعفا؟ الدولة تفر من الحوار ضعفا ولقلة حيلتها، هي لا تملك الحجة الدامغة أمام ما يطالب به شعب البحرين. ماذا تقول؟ إزاء الجرائم التي ارتكبت، إزاء المطالب التي ترفعها المعارضة يرفعها شعب البحرين، فلا تمتلك الحجة ولا يعني الرؤية الواضحة لمواجهة رؤية وحجة المعارضة. نعم. فاصلنا الأخير ونعود مجددا لاستكمال أسئلتكم. نذهب إلى فاصل ونعود مجددا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مجددا إلى وقفتنا الأخيرة مع برنامجكم استجواب. أحد المغردين يسأل، يسمي نفسه بلال الإعدام، يقول: حتى متى السلطة تعامل المحكومين بالإعدام كرهائن وتنتقم من أهلهم في الخارج؟ من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول هي السلطة الظالمة، المسؤول هي حالة الدكتاتورية التي تسود هذا البلد. هؤلاء مظلومون، حكموا ظلما وعدوانا، ويعني الظلم يقع عليهم وعلى أهلهم، في كل يوم تمارس يعني أبشع الجرائم والانتهاكات ضدهم وضد عوائلهم. بالأمس القريب تم إحراق سيارة والد الأخ عبد العزيز عبد الرضا، ومن قبل أيضا تم إحراق منزله وباب منزله أيضا، وتم تهجيره أهلي من بيتهم والسكن في منزل مستأجر. وهكذا هي الحال، لأن ما يجري في البحرين هي حالة دكتاتورية، ظلم، عدم سيادة قانون. فلذلك نتوقع كل الجرائم، نتوقع كل الانتهاكات تجري على إخوتنا داخل السجون وعلى أهاليهم خارج السجون، إلى أن ينصفنا إن شاء الله. الله أولا يقف إلى جانبنا، وينصفنا المجتمع أيضا الدولي ليقف إلى جانبنا إن شاء الله. إن شاء الله. نبقى مع اتصال مع الأخ السيد. السيد هل تسمعني؟ أنت على الهواء مباشرة. ألو. مرحبا، أهلا، تفضل سيد. ألو. نعم سيد نسمعك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أبو علي؟ حياك الله يا سيد. إذا ترفع صوتك قليلا سيد. لقيت
اللي بيحرقون البلد اللي حطوا الاعلام في المكاتب مالهم على الاشارات مالهم مثل اللي راح يحرقون البلد مو سماحة الشيخ يعني واهل البحرين العربي الشيعة والسني. وشكرا. نعم شكرا جزيلا. انا لم استطع ان افهم السؤال بشكل انا لم جميل. اسمع السؤال سمعته ايه. فقط علم ويوضع على علم على مكاتب بس ايه. اتمنى من الاخوه في الكنترول اذا كان السؤال واضح. المغرد صمود يتحدث عن مدى وجود تفاعل من قبل شخصيات في دول الخليج والدول العربيه او شخصيات بارزه في العالم مع مطالب شعب البحرين. من خلال زياراتنا لعدة مناطق يعني سواء في الخليج أو في أي مكان في العالم نذهب سواء يعني لأوروبا أو غيرها من الأماكن نرى تعاطفا كبيرا من كل أبناء يعني هذا العالم مع مطالب شعب البحرين. هم يقفون إلى جانبنا، هم يتفهمون ما يجري ضدنا من انتهاكات من جرائم، يدعمون مطالبنا بكل ما يستطيعون من وسائل. لا يوجد أحد من أصحابي يعني الإنصاف والحرية ومن يسعى إلى الكرامة أن يقف مع جانب السلطة في هذا البلد فيما تقوم به من انتهاكات، فيما تقوم به من جرائم. كل الناس يقفون إلى جانبنا، ذهبنا إلى الخليج، ذهبنا إلى المغرب العربي، ذهبنا إلى أوروبا، كل من نلتقيهم يقولون نعم أنتم على حق، اصبروا قليلا سينجز لكم ما تريدون، ستنتصرون في الختام ليتحقق لكم العدل والديمقراطية في بلدكم. المغرد وطني حبيبي يقول أن جمعية الوفاق تركز، خطاب جمعية الوفاق وقياداتها يركز على الخطب الرنانة والكلام ذو السقف العالي ولكنهم لا يجدون شيئا على أرض الواقع. هذا يجري هذا إن هل هذا سوف يجر الإصلاحات المنشودة في نظركم؟ أقول له ما كان لله ينمو، نحن نزعم أننا نقدم لله سبحانه وتعالى، لا يعني نسعى لخطب رنانة ولا لبروز أو ظهور، نسعى لما يصب في صالح هذا الوطن. البعض تعلمه والبعض لا تعلم عنه، البعض تسمعه والبعض لا تسمع عنه، ولكننا يعني أزعم أننا نسعى جادين، وهناك في هذه الجمعية وفي غيرها من المخلصين من الجادين من المضحين من يقدم الكثير من أجل وطنه ومن أجل خير شعبه. المغرد الدرازي يقول ألم يكن لأجدر بالرموز والجمعيات السياسية استغلال شهر رمضان للتصعيد بالمطالبة بالحقوق؟ حراكنا مستمر في شهر رمضان، لم يتوقف، لقاءاتنا مستمرة، قد تختلف الوسائل هنا وهناك ولكننا لم نتوقف ولا لحظة واحدة عن مطالبنا، ولم نتوقف ولا لحظة واحدة عن حراكنا. قد تختلف الوسائل بين يعني موسم وآخر، وهذا موسم شهر رمضان موسم عبادة، قد يكون لنا وجهة نظرنا الخاصة وأسلوبنا الخاص في التعاطي مع هذا الموسم، ولكننا مستمرون لم نتوقف في شهر رمضان المبارك. المغردة نور علي تقول في ظل التصعيد الحكومي هل تظنون أن مخاطبة الداخل كافية؟ متى ستبدأ الوفاق بمخاطبتها أو بمخاطبة الخارج كحزب مستقل وليس جمعية مقيدة بالنظام؟ نحن لا يقيدنا شيء، نحن نخاطب زعماء العالم كل العالم، نخاطب العالم كل العالم، لن نتوقف عن مخاطبة العالم وعن مناشدة العالم، والعالم كله يحترمنا بكل زعاماته يتواصلون معنا، ولم نجعل قيد واحد من قبل السلطة على حراكنا في الخارج أو في الداخل. نحن لا نقيد، نحن نمارس كامل حريتنا، كامل عملنا السياسي بحرية وبانطلاق من دون تقييد من السلطة. المغرد سيد محمد يقول سماحة نائب الأمين العام كيف يرى موقف الحكومة من رفض الوساطات الخارجية من تونس والكويت وهل يؤثر ذلك على الموقف الدولي؟ هي حالة ضعف، حالة خواء لدى السلطة، حالة عدم وجود أو امتلاك حجة في قبال حجة المعارضة، فلذلك تفر يعني فرارا من الحوار ومن الجلوس على طاولة، بل ترفض أي وساطة يمكن أن تكون جالسة على طاولة حوار بينها وبين المعارضة. كثر من قدموا الوساطات سواء من دولة الكويت أو من تونس أو من الدول الأوروبية من أجل الجلوس على طاولة حوار، ولكن الدولة السلطة في هذا البلد تسعى للفرار من الجلوس على طاولة ومن الجلوس مع وسيط، لأنها تعرف لا تملك الحجة قبال حجة المعارضة وحجة الشعب البحرين، ولا تملك وسائل الدفاع عما ارتكبته من جرائم ومن انتهاكات ضد شعبها في البحرين.
ولكن سماحة الشيخ يعني وزير الخارجية في تعليقه على خطابات الرئيس المنصف المرزوقي يقول أن البحرين قادرة على حل مشاكلها داخليا وباب الحوار مفتوح. سمعنا هذه السيمفونية على مدى الآن عام أن البحرين قادرة قادرة قادرة، أين هذه القدرة على حل مشاكلكم؟ تعالوا لنحل مشاكلنا، إذن تعالوا نجلس على طاولة واحدة نقول أن هذه مشاكلنا، وفليشهد علينا أحد من العالم. نحن لا نثق في هذه السلطة ولا نستطيع أن نثق في هذه السلطة اليوم بعدما ارتكبته من جرائم. نحتاج إلى أن يكون معنا من يشهد على هذه السلطة. السلطة قدمت الكثير من الوعود، الكثير من يعني على مدى الأعوام السابقة وعدت بالكثير من الأمور ولكنها لم تفي، بل مع الأسف الشديد تجاوزت هذه الوعود كذبا وزورا. أحد المغردين يقول بعد كل ما حدث هل تثقون في قدرتكم على إصلاح النظام؟ نعم قادرون بإرادتنا إن شاء الله، بعزيمتنا، بإخلاصنا لوطننا، أن نصلح هذا الوطن وأن نأتي إن شاء الله بنظام ديمقراطي يحكمنا جميعا إن شاء الله. المغرد أحد المغردين يقول إلى الآن لم نرى مؤتمر يوحد قوى المعارضة بالخارج وبدعم الحراك بتشكيل حكومة انتقالية. لم نرى مؤتمرا، لم نرى مؤتمرا يوحد قوى المعارضة في الخارج وتوجه لتشكيل حكومة ما يسميه بحكومة انتقالية. لعله سابق لأوانه، لا يوجد شيء من هذا التوجه، لكن أنه أن تقدم المعارضة على مؤتمر يوحد رؤيتها هذا في البال وفي المسعى إن شاء الله في القريب. المغرد هادي يقول ما هو تعليقكم على الاعتداء على رجل دين شيعي عند نقطة تفتيش في منطقة سترة ومطالبتهم منه نزع إمامته وأن لا يمشي في الطريق بالعمامة ويدعون أنهم في بلد القانون والحرية؟ جريمة تضاف إلى جرائم هذا النظام، انتهاك يضاف إلى آلاف الانتهاكات التي يمارسها هذا النظام. قلت لكم هم يريدون إذلالنا، يريدون تنكيس رؤوسنا، فلذلك يعمدون إلى الإساءة إلى رجال الدين، الإساءة إلى نسائنا، الإساءة لكل شبابنا وأهلنا من أجل تنكيس رؤوسنا، ولكنهم لن يصلوا إلى ما يريدون، إلى ما يريدون، لن يصلوا إلى مبتغاهم أبدا. ما حدث لرجل الدين، لعالم الدين الذي تعرض للإساءة قبل ليلتين في منطقته حينما كان راجعا من إلقاء محاضرته، هي محاولة للإذلال، محاولة للابتزاز، محاولة لتنكيس الرؤوس، ولكنهم لن يفلحوا، لن يفلحوا. إضافة جديدة لجرائمهم، إضافة جديدة لانتهاكاتهم، يجب أن توثق، وسينال هذا الرجل العالم الجليل الذي تعرض لهذه الإساءة كل وله كل الكرامة وله كل الاحترام، سينال حقه إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله. اتصال معنا، اتصال من الأخت أم علي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليك شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك. يعني بس بغيت أقول عن رجال الآن، إحنا في شهر الله، في شهر عظيم، زين يقفون القرى وحتى المسوان اللي يشوفونهم يتعلقون ويسوون لهم حركات. هل إحنا في بلد إسلامي يعني أم ماذا يعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نبقى مع أيضا اتصال الأخ السيد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليك نسبة السؤال اللي تعلقك شوي. أي نعم، لم يكن واضح. يعني كنت بركت على الأخ هذه اللي كتبت تقول على أن الشيخ اللي هو رايح يفرق الملح. نعم. هذا اللي حطوا الإعلام مال السعودية ومكاتب مالهم على سيارات مالهم. نعم. هم اللي راح يروحون البلد. نعم نعم، هذا تعليقا على شكرا. نعم شكرا جزيلا أخ سيد. شيخنا نعود مجددا إلى مداخلة الأخت بخصوص سلوكيات رجال الأمن. يعني أنا أتصور أني أشرت عدة مرات، ما دامت يعني الدولة تحكمها حالة من الدكتاتورية فسنرى وسنشهد المزيد من الجرائم، المزيد من الانتهاكات ضد نسائنا، ضد أهلنا. أنا لا أخفيكم سرا يعني قبل ليلتين جاءتني إحدى أخواتي تقول أنني مررت أو مرت علي دورية من الدوريات وعملوا لي حركات بأيديهم وبوسائل وشتى من أجل استفزازي ومن أجل التحرش بي، وهي راجعة في الشارع كانت لبيتها يعني في قريتنا في منطقتها، وهذه حالة تمر على عشرات بل مئات من نسائنا، لأن هؤلاء المرتزقة الذين جربوا لهذا الوطن لا يحملون هوية، لا يحملون دين بقدر ما دينهم هو الدرهم والدينار،
جاءوا لقتل شعب، جاءوا من بلدانهم لقتل شعب، جاءوا من بلدانهم لانتهاك حقوق الشعب، جاءوا من بلدانهم لتعذيب الشعب. ماذا تظنون فيهم؟ هل تظنون فيهم الخلق الرفيع؟ هل تظنون فيهم النزاهة والشرف؟ لا، هؤلاء مرتزقة يعبدون الدرهم والدينار، جاءوا لعذابنا، جاءوا لإذلالنا. علينا أن نتحمل قليلا، علينا أن نصبر قليلا. هم بوسائلهم هذه يظنون أننا سننتكس، يظنون أننا سنهزم، ولكننا علينا أن نصبر، وما بعد الصبر إلا إن شاء الله فرج ونصر بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. سماحة الشيخ، وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. أنا أود مفتوح لكم لكلمة أخيرة. أود أن أعلق على الأخ العزيز الذي قال أن هناك أعلام لدولة أخرى ترفع أو ما شابه ذلك. نعم. أنا أقول أننا لم نرفع إلا علم البحرين، ولن نرفع إلا علم البحرين بعد اليوم. يعني على مدى السنين كلها لم نرفع إلا علم البحرين، ولن نرفع أيضا في الأيام القادمة إلا علم البحرين. هو هويتنا، وطننا، حبنا لوطننا، إيماننا بوطننا. لا نؤمن بوطن آخر، وليس لنا وطن آخر. وطننا البحرين فقط وفقط، نسعى من أجل صلاحه، نسعى من أجل بنائه، نسعى من أجل ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية في هذا البلد العزيز. نتمنى من كل إخوتنا، من كل أحبتنا أن يجتمعوا معنا على كلمة يعني سواء لبناء هذا الوطن، يعني الإنجاز ما يمكن إنجازه من عدالة ومن حرية ومن كرامة في هذا الوطن العزيز، بعيدا بعيدا عن طأفنته، بعيدا عن هذه الترهات التي تثار في وسائل الإعلام، التي تريد أن تباعد بين أبناء الوطن، وتريد أن تشتت الجهود لصالح الدكتاتورية والدكتاتوريين في هذا البلد. سماحة الشيخ حسين الداهي، نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي، شكرا لكم. حياكم الله. الله يحفظكم إن شاء الله. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتنا، ونعتذر اعتذار المعتز بتفاعلكم معنا عن عدم استطاعتنا لتغطية جميع الأسئلة والمداخلات. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.